قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الفوائد أن الذنوب تتفاوت فليست في درجة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فدل على أن هناك صغائر وأن هناك كبائر وأن هناك أكبر الكبائر. والبعض قد فسر وما دون ذلك لمن يشاء أي ما سوى ذلك، وليس بصحيح. لو قيل بهذا لخرج الكفر المخرج عن الملة، وإنما المراد بالدون هنا الأقل. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليست هذه الآية خاصة بالشرك، بل إن الكفر الأكبر قرين الشرك، فالكفر المخرج عن الملة لا يغفره الله عز وجل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم مبينا أن الشرك والكفر شقيقان وقرينان، قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.